ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. ايه اكتر حاجه انت بتحبها في نفسك؟ ايه اكتر حاجه انت بتحبها في نفسك؟ كل واحد فينا بتعجبه حاجه معينه في شخصيته. انا عن نفسي، لا خليني في الاخر، في ناس اكتر حاجه بتحبها هي ايه؟ شكلها، ستايل بتاعها، اسلوبها، طريقتها، موبايلها. تعالوا نشوف رأي الناس ونرجع لكم مرة تانية. أكتر حاجة بتحبيها في نفسك إيه؟ كل حاجة. ممكن الثقة بالنفس وعدم اهتمام بكلام الناس يعني وكده. إن أنا وقت الجد بصد أي حاجة. أكتر حاجة بحبها في نفسي إن أنا بحبها في جنب صحابي، لو في مشاكل أو في أي حاجة عندهم وأقدر إن أنا أقف معهم وحلها. اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ خف الدم. خلاص عرفت انت اصل الضحكه في مصر والشرق الاوسط كله. اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ الراجل ده اقسم بالله العظيم نفسي فعلا. يبقى احنا العلاقه ما بيننا اكبر من ان انت فاهم تتوقع. صاحبي ده اللي بعتبره اخويا من اب تاني وام تانية، في اي موقف واي زنقه لو عزته جنبي بلاقي في ثانيه. ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ كل حاجه الحمد لله. بحب في نفسي انا الصراحة، لا انا حاجات كتير، طويل قوي شجاع غني امور معايا فلوس كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله. شو عبد عزيز ايه اكتر حاجة بتحبيها بنفسك؟ ولا اعرف، مفيش حاجة بحبها بصراحة. مش عارفة. اكتر حاجة بتكرهيها في نفسك؟ مش عارفة برضه. مش عارف. بحاول ان انا ابعد عن الكذب. بتكذب اصلا؟ لا بص، هو مفيش حد ما بيكذبش حتى لو كذبة بيضاء. التردد، مترددة شوية بيني وبين نفسي في اي حاجة بعملها وكده. طيبة قلبي. طيب زياده عن اللزوم. مواعيد دي حاجه فيا ممكن يعني نفسي والله. انا مره دخلت على جوجل عمال ادور طريقه ازاي والله ده اللي انا عملته برضه والله العظيم. مش عارف، مش لاقي. خش على يوتيوب ادور على كيف احافظ على مواعيدي، مش لاقي برضه فيديوهات مفيده. مش عارف. ورجعنا لكم مره تانية وبعد ما شفنا ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك. ولو سالتوني هقول لكم انا اكتر حاجه بحبها في نفسي محبتكم ليا. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.